الكرسي من هاد الجهه، روح من ديك الجهه. المهم هاك شوف تبارطاجي ليش في الخاص، بارطاجيه في لي جروب وفي الاخر، واختار لي جروب ما تبارطاجيش لكل شيء، بحال اللي ما خاصش البيع والشراء ما خاصش، يعني كاين ديما شي جروبات ما تبارطاجيليش فيهم. لا راه مش راه لي عطيني عطيني ما فيا ما نتبرزط، راه جاوني التليفونات ما بغيتش نبقى كاع نمرض راسي مع البشر والله. عطيني عطيني درت الكالكول هنايا، عطيني كالكول هذاك لا حول ولا قوة الا بالله. دوب خضر رشيد. السلام عليكم حبوبات، كي دايرين لاباس عليكم؟ مزيانين بخير احوال طيبه، اش كتعاودوا؟ كلكم بخير وعلى خير. معكم صفاء من مجوهرات الاخوين، اختصاصنا بيع الذهب 18 كاره طبعا اللي كيبيعوا ذهبيه في المغرب. كنديروا ليفغيزون غراتويت للمدن المغربيه كامله، يعني اي حاجه عجبتك سكرينيها ودوزي عندنا الخاص. مرحبا والف مرحبا بالجميع بجميع طلباتكم. تواجدنا البنات في مدينة ميدلت، المحل الأول في قيصرية ميدلت لي أونفاس مركز ثقافي، والمحل الثاني في قيصرية الفتحي في سوق الجمعة. مرحبا وألف مرحبا. المسابقة البنات هي عبارة عن قرعة في آخر شهر تيكون الإعلان على الفائزة بأرتيكل من ذهب، أو لأرتيكل كتمشي لك راه طبعا كيمشي معاها أن كادو سامبوليك. كنشكرك بها على الثقة ديالك في السلعة ديالنا وفي التعامل معنا، شكرا بزاف كاع البنات اللي داو عندنا، شكرا البنات اللي كيبارطاجيو لينا، البنات اللي كيشاهدونا، كاع اللي كيحفزونا، شكرا لكم بزاف البنات. اليوم البنات راتكم يعني اللايف غيكون فيه غير راتكم، كما تعرفوا دابا الذهب راه تزاد، وكنت ديجا قلت لكم في واحد المده ماشي بزاف باش قلت لكم راه راتكم واصل 470 درهم للغرام، ولين دروك راه زاد، باش نكونوا على عين راتكم راه تزاد الثمن ديالو. غير حنا درنا واحد لافونتاج اننا ما زدناش فيه الثمن ديالو، باش دوزناه ديجا هو باش غيدوز دابا، فهمتوا البنات؟ وهادشي تقدروا تسولوا عليه اي بجوتري في المغرب، غيقول لكم بان الثمن ديال الراتكو راه وصل ل 480 درهم للغرام، هذا هو اللي كاين البنات، سولوا وديك الساعه تعرفوا الاثمنه الحقيقيه ديال الراتكو. حنا ما زدناش فيه الثمن ديالو، هو الثمن ديالو رجعنا الخدمه اللي كنا نديرو ديجا، هو اللي غادي اكثر من 11 غرامات غادي تحسب لها ب 460 درهم للغرام، اللي غيدوز لها اللي غادي اكثر من قل من 11 غرام فطبعا البنات غادي يبقى ب 470 درهم للغرام. الثمن ديالو باش راه غادي في السوق حنا راه ما زدناهش، باش تكونوا على علم 480 راه ما دايرهاش الله يرادكم. هادشي اللي كاين البنات، تبعوا اللايف وحاولوا البنات عافاكم تبارطاجيو اللايف الماكسيموم قدر المستطاع، يعني اللي قدرتوا عليه يعني بارطاجيوه لينا، اللي ما قدرتش بلوكيا ولا شي حاجه غير طاقنا حبيبتها وصحاباتها. احلام شكرا احلام لله يخليك حبيبه، بالتوفيق لك انت 1993 صافي. شتك لهاد القوات اللي عندكم كاين متي متي تدخل بوش في العنق بحال زمان. والله اختي ماني عارفه المشكل فين كاين، ما عرفتش اختي واش ما بقاوش في السوق، واش الذهبيه ما بقاوش كيجيبوهم، ما عرفتش انا، ما نقدرش نعطيك شي معلومه على هاد على هاد الكومونتير هذا، ما عرفتش. دوزي عندي الخاص نسول الذهبيه اللي خدامه معاه، الله يعطيني شي يعطيني شي كما نقولوا حنا شي حل هاد الشيء. حاولوا بنات بارطاجيو اللايف عافاكم الماكسيموم، يعني بارطاجيو اللي قدرتوا عليه. دونك تقدر يشوفي دابا هادو راهم ماشي ما يقدروا يتقلبوا، ماشي وليني راه بسهل انك ترديها، يعني ما تكونش ما تقردش ولا ما تعواش او شي حاجه، اما راه كاين بعض المرات كتدخل سن في سن هكذا بحكم اللبس او بحكم تخرب لك في وسط عنقك مع شي ارتيكل اخرى لابساها في العنق ديالك، يعني تقدر ترديها، يعني حتى هادو كيبقاو راه كوات زينين، ماشي حاجه زينين هادو. كيفاش ما عطاوكش؟ دخلتي ل لا راك دخلتي لاباج ديال ديال الجروب تاع الاخر، دخل لاباج تاعي هاد دابا بارطاجي بلاباج تاعي. عطيني عطيني التليفون كنت نشوف لي كومونتير هنا كنقراو نشوف على التليفون. ها وطالع بارطاج وصافي رشيد. لا هنايا عندي ما كيقبلش. ها رشيد راك دخل لاباج ديال مجوهرات الاخوين، دخل لاباج فيسبوك ديالك رشيد. نتوريك 17 غرام بشحال عافاك رادكو؟ 17 غرام حبيبتي 460 7820 درهم، 7820 درهم عافاك راديو رادكو ديال اليد 30 غرام، شحال غيتقام ليا عندكم 30 غرام في 460
غادي يجيها حبيبتي 13800 درهم، 13800 درهم. هذا بالنسبه لرادكو 30 غرام، 30 غرام ما عرفتش اختي محال واش عندي هنايا 30 غرام، مي نقدر نجيبو لك ما كاين حتى شي اشكال. فهمتي صافا تبارك مزيان حسن هي الحمد لله حبيبه الله يخطيك الزين ديالي الله يكبر بك. انت راكي مزيانه بخير احلام الحمد لله حبيبتي نور نور كازين ديالي الله يخطيك يا حبيبه. ابدا لكم اللايف البنات واش عندكم نمضم مشلولين كاين اختي لي ليليا كاينين دوزي عندي الخاص ونشوفوا ان شاء الله. انا اختي بشحال الغرام دابا عافاك بالنسبه للاخر للرادكو دابا قلت لكم البنات راه تزاد الثمن ديالو راه 480 درهم الغرام بصح يعني دروك راه حنا ما زدناش فيه فهمتي يعني باقي الثمن ديالو ما بين 460 و470 اجمالا اجمالا كاع البيجو كامل راه دايره حبيبه ديالي 470 انت طالعه شحال اختي الغرام رادكو كما قلت هاني قلت الثمن ديالو دروك في التسعينات كنت نشوف راد قوات غلاط بزاف بومبي حتى من اللور دابا ولاو رقاق وخفاف راكي عارفه اختي زمان كان الذهب رخيص وكان كما نقولوا كان الاخر يعني ناس الحمد لله يعني كتشري حاجه ولا جوج ولا ثلاثه كتشري شي حاجه ثقيله ووازنه باش تبقى لها على سائر الاعوام. دابا راكي عارفه خرجوا اشكال وانواع ديال لي بيجو يعني ما غاديش تلقاي نفس الحاجه الا لقيتي شي رادكو تبارك الله من هذا النوع اللي كتهضري عليه راه خاصك ترجعي لجدات جدات جداتي هنا دروك. خوات ماريا جميزات خوات ماريا جميزات فاتي دوز بقاي معنا حتى ان شاء الله نهار السبت والحد ما نقدرش نشوف دابا لا ما عنديش حبيبتي هنايا باش ما نكذبش عليك يطو الغزاله لاباس عليك راكي مزيانه راه مليح ها هو دا حدا كيجاوبك في الكومونتير يقول لك راني مزيان. امينه الانوار حبيبه ديالي الله يخطيك الزين عويناتك حبيبه الله يسهل عليك 460 غرام ها انت قلتيها حبيبتي ولاني اكثر من 11 غرام قل من 11 غرام ندوزوش اختي بداك الثمن باش ما نكذبش عليكم يطو عليها افضل الصلاه والسلام ميزات مارياش فاتي قلت لك ما كاينش حبيبه انا بارطاجيت الغزاله ديالي حسنيه الله يخطيك اختي وريني ردكو ديالي تقي 80000 ريال مرحبا انا ندوزو لك جمال واش راكي مزيانه الحمد لله حبيبه امينه ربي يحفظك ليا الزين ديالي انت راكي بخير مزيانه يلا نبداو اللايف ديالنا البنات ما تنساوليش البارطاج الله يرضي عليكم اللي فقدرتها انها تبارطاجي ما تبخلش عليا بالبارطاج واللي ما تقدرش الله يحسن العوان تكتفي انها تطاقي لنا حبابتها وصحاباتها ومرحبا والف مرحبا بكاع التساؤلات ديالكم. بالنسبه للاخت اللي كانت طلبات من ابتسام انها تشوف خاتم دلويز ها هو دا عندي دوزي دوزي اللايف وغتشوفيه يطو عارفه اللي كاين اخت من المتتبعين الاوفياء يعني الله يسهل عليك اختي ويفرحك في حياتك. غادي نبداو اللايف ديالنا البنات واول حاجه غنبداها لكم بهذا ديال الويت رادكو غزال ثقيل وصحيح وزوين شوفي رادكو نتاع اليد شي حاجه واعره ماما انا عندها رادكو فيه 80 غرام ودابا ما نطلقاش عند الدايبيه حبيبه راه قلت لك حبيبتي عبله بالنسبه الا كان هذا هو الاسم ديالك رادكو في هذا الغرام زمان فاش كان الذهب رخيص فاش تقدري تلقاي هاد اللي رادكو تقال في الميزان دابا نجيب رادكو فيه 80 غرام شكون غتديه ما كانش حتى 30 غرام وفين وفين باش كتسول عليه وحده فهمتها حبيبتي الله يجيب الرزق للجميع وصافي هادشي اللي نقولوا صح جينا دابا الغرام ما بين 460 و470 درهم الغرام بالنسبه لسميتو بالنسبه للرادكو بالنسبه اجمالا ابتداء من 470 درهم الغرام هاك الذهب راه غادي وكيتزاد وكنظن انا كور ديتو البال راه ماشي غير الذهب اللي تزاد الثمن ديالو راه كاع كاع التجاره في كل انواع راه زادوا كاع زادوا لي بخي في المنتوجات فالله يدير الخير وصافي الله يجيب الرزق. كاين هذا البنات شوفوا غزال كيجي واعر البنات شي حاجه ناضيه غادي نديروا الغرامات نتاعو وحسبوا معايا في المنازل تاعكم البنات كيبان لكم الغرامات دوك هذا تبارك الله فيه 18.11 سوم 460 درهم الغرام جاتو 8330 درهم 8330 درهم اللي هي البنات بالريال 166000 ريال و600 166000 ريال و600 بالنسبه لهذا الرادكو هذا يعني الطول ديالهم البنات راه تيكون ما بين 19 20 حتى 22 ماشي شي حاجه شوفوا البنات غزال 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 فن يطو حتى انا لابسه خوف كيعجبني صراحه الرادكو يكون يعني ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف باش كننجم نلبس معاه حاجه اخرى ما نكتفيش غير هو بس الغزاله غادي نمشيو لهذا البنات شوفوا هذا
رادكو ديال اليد غزاله البنات، حتى هو كله جاي هنايا غليظ كما قالت السيده، كيعواجو ولا كيدخلوا راه كتدخل غير سنينه فوق السنينه وصافي، راه ماشي شي حاجه. تقدري ما تبغي تلبسيه قادي له اللبسه وصافي ولبسيه. ها نتوما تقريبا كاملين كيجيو في هذا الديزاين هكا من القدام عراض وغاديين ترققوا. هذا هو الخدمه اللي راهم يديروها كاع 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 كلهم كاع كاع الصنايعيه في الرادكو. قليل فاش تلقاي دوره وحده. شوفوا غادي نمشيو الجرامات نتاعو 45 غرام بجوج زوينين صحه وراحه اختي الطو تبارك الله. هذا فيه 16 غرام فاصله 58. ما تضحكوش على ديك تبارك الله حيت انا فمي فيه غير تبارك الله. نهضر على الذهب، نهضر على الحوايج، نهضر على بنادم، نهضر على حتى على شي حاجه اخرى حيوانات. فمي يقول تبارك الله في كل شيء. المهم ما تضحكوش على تبارك الله صافي بالذهب تقول تبارك الله. 16 58 460 جاتو البنات 7626 درهم، 7626 درهم اللي هي البنات بالريال 152000 ريال و500، 152000 ريال و500 بالنسبه لهاد الرادكو هادي. بالنسبه للانسانه ولا السيده اللي كتلبس الفولار ما عندهاش شي اشكال زعما اللي غادي تهين، يعني العنق غادي يبان لها غير هذا هنايا ماشي شي حاجه كاع. ليكولي عافاك داركس، ليكولي حبيبه ديالي الروميين اش من نوع بغيتي. ما تقدروا تجيبوا لي راه تكون في 50 غرام حيت انا تنبغي داكشي غليظ نجيبوه لك. دوزي عندي الخاص اختي عبله نيمغو واتساب الاول اللي راكي تشوفيه في انجلي في اللايف، نسول لك شحال يتقام عليك بالغرام ونقول لك شحال غيجيك الثمن ديالو. سلكك وجاك على هواك تبارك الله ما قديتيش عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهمتي اختي عبله باش نجيك من الاخر. دوزي عندي الخاص ويكون خير. هذيك الساعه حبيبه نقول لك الثمن ديالو شحال غادي يجي فيه 80 غرام ولا. ومرحبا لي كولي بلديين او روميين وريهم ليا بجوج سيتوبلي. مرحبا رشيد لي كولي يكونوا بلديين او روميين ولاك تما يا راه كاينه البنات. هاد راتكو الغزاله شوفوا تبارك الله واحد راتكو ما شاء الله اللي تلبسها صراحه نخافوا عليها. غزاله غزاله بنات راتكو واعره حطو خويا وشوف لي شي حاجه روميه طب البنات شي حاجه واعره البنات. هادي راتكو غليظه وزينه فرا هذا صافي واخا خوات مارياش فاتي دابا نخرج لحناك بالتليفون ديا ملي ندخل تقول لي خوات فيس مارياش خوات مارياش دابا لقيتيش خوات مارياش باغا صافي 21.28 البنات واش كيبان لكم الميزان مزيان؟ الا ما كيبانش قولوها ليا. فيه 21.30 غرام في 460 جاتو 9798 درهم 9798 درهم في 20 باش نقول لكم الريال هي 195000 ريال و900 195000 ريال و900 بالنسبه لهاد الرادكو الغليظه ديال اليد يعني شي حاجه طب. هادو البنات راني نحسبهم غير ب 460 درهم الغرام غير باش تكونوا عارفين. غادي نمشيو شويه للاس عاود سلسله غورميت طويله تاع الحضور. مرحبا اختي ليلى ليلى شوف لي شي سلسله تاع الحضور راه شي تكون طويله. شوف عند ايوب الحمد لله كاين محل اخر فين تجيب لي السوار حبيبه مزيان شكرا يطو. ممكن حبيبه توريني الرادكو ديال اليد جهه 15.5 هاني كندوزهم حسنيه وغادي نشوف الله نطيح فيه. كاينه هذه ديال الاس شوفوا مرحبا اختي ليلى مرحبا ويدوز الدري يمشي يجيبها لي رشيد يمشي يجيبها لي عند الاخ ايوب ونشوفوا السلسله ديال اللويت قالت لك طويله. ها نتوما هذه وريقتها رقيقين بصح راه كاينين اللي وريقتها غلط. نوضع راشي بدو نوضع باش نديرو بحال داك النهار شحال وحدة سوتنا شي حاجة وما جبناهاش. دوك هذا فيه 11.69 400 راني غلطت البنات 460 جاتها 5377 درهم ياك راه تكون تكون رخيصة شوية ديال العنق. مرحبا لطيفة 5377 درهم في 20 اللي هي 107000 ريال و500 107000 ريال و500 بالنسبه لهذا الرادكو ديال الاس غزالين البنات. وهانتوما راكم كتشوفوا هذاك الميزان السلام كتبيعوا الدهب المستعمل في اللايف ولا لا؟ كنبيعوه في اللايف نهار السبت والحد حبيبه ديالي مي دريدا كيكونوا اختي ولا خويا. المهم انا ما قلتش السميه قلت غير الكومونتير. المهم الاخ ولا الاخت مي دريدا ساكي. المهم بالنسبه للمستعمل كندوزوه يوم السبت والاحد
دوزون ديال بقايا ان شاء الله حتى السبتو الحد وغتشوفي لي زارتيكل غادوزوه ميزات. اولا دوزي عندي الخاص ونشوف شي حاجه ميزات صراحه قديمه تنبغي داكشي القديم. ها المصحف والويد عبله دوزي نيميرو واتساب اللي راه كتشوفيه في البانك اللي في اللايف دوزي عندي الخاصه الحبيبه ديالي غادي نسول لك انت وزهرك على الله صافي على الله نلقاك شي وحده قديمه ان شاء الله يا ربي. شنو بغات المصاحف واللويز والسويري دوزي عندي الخاصه حبيبتي كاع هادشي اللي طلبتيه نشوفوه لك ان شاء الله اما يكون غير خاطرك اختي. شنو مدينه ليلى في مدينه ميدل تحبيبه وكنديروا التوصيل مجاني لكاع المدن المغربيه افيك كادو سامبولي. كنشكرك وبيع على الثقه ديالك في السلعه ديالنا والتعامل معنا والتواجد ديالنا راه المحل ديالنا في قصريات ميدل اللي اونفاس مركز ثقافي ومحل ثاني في قصريات الفتح اللي في سوق الجمعه. خلاص راه يعني المحلات راهم باينين اللي سولتيه راه غيوريه لك كاع الا زعما ما عرفتيش فين تمشي. غادي نمشيو لهذا البنات شوفوا هذا ديال لوبيا شي حاجه زوينه غادي يطيح شويه رخيص هذا كنظن ما غاديش يطيح غالي بزاف لان واخا غليظ واخا كبير كنظن ان الجرامات نتاعو ماشي شي حاجه ثقيله. شوفوا زعما غير عندو ناس كليان صافي. مرحبا ليلى غير بقاي معايا في لايف اختي راه يجبرك عند الدري الاخر غير يخوال المحل شويه. هادي فيها 14.45 في 400 ايوا صافي 14.45 في 460 جاتها 6647 درهم 470 وانت طالعه اختي لخويا. دابا انا كنقرا السؤال حتى كنقرا عاد كنقرا السميه اللي صيفطوا لي الاخ 470 درهم الغرام. مرحبا ليلى نور هادشي زاز عميناتك حبيبتي فلاور. دونك البنات كما قلت لكم هذا داير 6647 درهم في 20 اللي هي 132000 ريال و 900 132000 ريال و 900 بالنسبه لهذا يعني ماشي شي حاجه اللي ثقيله بزاف كي شفتوا ما فيش يعني غرامات اللي هما كبار. السوم 460 درهم الغرام اختي كورميطا اللي جات 60 بقاي معايا في اللايف هنا غندوز كاع هادو اللي راهم عندي هنايا غادي نشوف لك الله نلقى لكم كاع دوك لي رقومات اللي قلتوا لي غرامات اللي قلتوا لي. كاينه هذه البنات رقيقه على ديك اللي دوزت على اليد راه الكره باين ما تيقيش في الحناشه صفاء او عادي اين حناش والله يطا ما خدامه مع سي بي اي اختي ولا المخابرات يطا قولي قولي دوزي لي الخاص دوزي دوزي 9.. رشيد صافي والو 9 وي كتنقص ديطا شايفه شايفه شي حاجه 9.29 في 400 هذا 9.29 في 470 درهم الغرام جاتو البنات 4366 درهم 4366 درهم في 20 اللي هي 87000 ريال و300 87000 ريال و300 بالنسبه لهذه. المهم بالنسبه للاخت اللي كانت سولتني على 15.5 غير تبقى في اللايف راه غدوز بشي حاجه كما قلت لكم البنات اللي غادي تكون اكثر من اقل من 11 غرام غادي ندوزها ب 470 درهم الغرام واللي غادي تكون اكثر من 11 غرام غندوزها ب 460 درهم الغرام نجيكم من الاخر ولكن راه اجمالا في السوق راه داير 480 وسولوا الا قالوا لكم قل ايوا لا اله الا الله شوفوا البنات راتكو غليظه تبارك الله ثقيقله ما تلبسها غير مولاتها الله يجيب الرزق للجميع. دونك هذه 21.52 في 460 جاتها 9899 درهم 9899 درهم في 20 اللي هي 197000 ريال و900 197000 ريال و900 بالنسبه لهاد الراتكو هذه غليظه وزوينه البنات. واش قالت لي خاصك وقت الدخول ديما معطله عييت ما نمسح ما نسمح لك اه سلام انا جيت راني خديت الوقت الدخول. مرحبا بك جميله 197000 ريال و900 الله يعفو عليك يا رشيد روح روح اه روح غير روح صافي قلنا والو حنا ها انتم البنات غزاله البنات جميله اللي كانت كتعطي ورقه الدخول دابا هي اللي جات معطله يطو تكلفي بها اختي. خلط وجلط هاد الولد هنايا ما عرفتش
عرفت ما نوريكم هنايا. غادي نمشيو البنات لهادي غزاله 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 واحد الكورمي طاط طوب البنات. شوفوا دلوبيا شي حاجه طوب البنات ثقيله ووازنه وصحيحه ديال الويت تاع اليد البنات غزاله البنات زوينه البنات. هادي راه تكون واعره موريتينيش يا حبيبتي لطيفه. واش تا حبيبه راني نسيت عاودي لي الكومونتير ديالك والله لا نسيت. عوينات كيطول غزاله ما كاينش غزاله قد كالعميره. السلام عليكم. وعليكم السلام عبله. لطيفه عاودي لي الكومونتير ديالك الله يحفظك يا حبيبه والله الا نسيتك. انا حاضيه الباب اللي جات معطله راني ليها صافي اختي بقاي اللي جات معطله دير وقت الدخول عاد تدخل. شوفوا البنات طوب طوب هادي غنمشيو الجرامات نتاعها هانتوما حسبوا في منازلكم حتى نتوما ما تدخلوش على راسكم حتى نتوما تعلموا شويه الحرفه. 19.05 460 جاتها البنات 19.05 لا رخيصه فيها 19 وبها الثمن شي حاجه غزاله 8773 درهم 8763 درهم 63 درهم صافي بكادي 8000 الكوليه واخا حبيبه 8763 درهم في 20 اللي هي 175000 ريال و200 175000 ريال و200 بالنسبه لهذا الكورميط هذه غزاله البنات. صافي برافو عليك اخا جميله اختي. وعليكم السلام سوسو اختي راتكو ديال العمق رخيص شويه لطيفه وي راني صافي دابا عاد شديت معاك طريق عرفتي شنو هي وقت الدخول ديال البارطاج واني عرفت خلاص انا يطو ما غتسمحش فيك الخاف لا قولها لا. صافي واش داخله اللايف البعد السيده صافي انا نوريه ليها مرحبا شكرا ايوب ها هو ده حبيبه الكلي البلدي يا لاله السامبل نقسم بالله ما تخليني بلايف حق ربي نسيت زعما الذهب مزيان راني شريته ولقيته مغشوش الهام ما كاينش حبيبه شي حاجه سميتها الذهب مزيان والذهب ماشي مزيان الذهب راه ذهب بلا ما نضحكوش على ريوسنا تلقايه مغشوش باش غتلقايه مغشوش سوا اختي الا لقيتي شي لا ما نعرف اش غنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله كاينش شي ذهب الذهب 18 كاره هو الذهب اللي كيتباع في الذهبيه كاملين واللي مكاشي عليه الديوانه واللي الا طات شي حاجه راه وراها لا من الذهبيه ومراها المخزن وكثر اكثر من هاد الجوج كاملين كاين اللي خالق فما نزيدوش نهضروا على هادشي شد الذهوبات عاوتاني كنزيه العريبه. كاين هذا اختي الكوليه ها هو ذا الطوب كوليه بلدي جبت لك كوليه ما فيهش الحجر بغيتي اللي فيه الحجر عاود مرحبا انا ملي عارفه بزاف ديال النساء ما يعرف ما يبغيوش الحجر جبت لك هذا اللي ما فيهش الحجر. شوفي هميزه هاد العنق حبيبه ديالي ام اسراء دوزي لي الخاص الزين ديالي بالنسبه لهاد الكوليه حبيبه ديالي اختي راه هذا فيه الخاتم ديالو وفيه لي بوكل ديالو دونك نوريك انا غير وحده في لي بوكل ديالو باش ما نهزش الكوليه كامل لان كاين ميزان ما غنلقاش كي ندير نوريه لك. هانتي خاتم مع الكوليه بالنسبه لا غورميت نتاع اختي راه تباعت بقى غير الخاتم ولي بوكل والكوليه بغيتي الثمن ديالو دوزي لي الخاص الزين ديالي ونعطيك لو بري ديالو. مساء الخير حبيبه بغيت نشوف خواتم كبار مرحبا اختي سميحه العوينات ديالك الغزاله كاين شي راه تكون ميزه د العنق دوزي الخاصه حبيبتي الله تلقيتو فيه النحاس قسما بالله او دبا. الهام دوزي النيميرو ديالي واتساب حبيبه وديك الساعه نكملو هضرتنا تما ونشوفو شنو كاين تما يعني الا كان شي حل نقولو ليك. سلام حبيبتي كيف نتينا مزيانه احسان انسانه طيبوبه في الرغبور كصاحبتي نورمال تكوني غير مزيانه وباحسن احوال. شحال الجرام اختي هادو ما بين 460 و 470 تبارك الله بارك الله فيك كاين شي غتكون ميزات ام اسراء قلت لك حبيبه بان ما عنديش دوزي الخاص تانتي وام تسنيم يعني غتكون دي ميزات اليوم ما كاينش اختي كاين نهار السبت والحد ان شاء الله الا كانت شي حاجه راه تكون نهار السبت والحد فما تنساوش نهار السبت والحد ريقلو الساعه مع السبعه العشيه يوم السبت والحد هي غادي تنسى يطلع لا راه كاين مع السبعه اش كاين اش كاين حقا ما كاين راه كاين ميزات اليوم عند مجاهره الاخوين. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي علاش ما تخلطوناش لايامات الاخرين كاملين بالهميزات والاثمنه غنخربقوكم كنا كنديروها بصح بزاف الناس اللي كانوا كيتخربقوا حاجه كدوز بالموديل كتسحب لهم ديزا هميزات دوك داكشي علاش لي زونسومبل حبيبه قولي لينا البخي نحطوهم في جهازي عافاك حبيبه مرحبا روح عطيها الثمن ديال هذا الكوليه هذا وغادي نشوف لها شي حاجه تكون روميه عافاك دميرها بالدنيا سكينه دوزي الخاصه حبيبه الذهب اختي ما كتشراش عن طريق فيس كتشرى من محل مباشره هذا رايي
علاش اختي ياسمين؟ كيشريو الناس عبر الفيس وكيطيحوا في حاجه زوينه الحمد لله، ماشي ضروري تعمروا الانسان راسو بهذه الهضره ديال انني نشوف الحاجه. اييه تقدري تشوفي الحاجه، ولكن حتى داك الذهبي الا باع لك باغ انترنيت ومشات لك لارتيكل ما عجبتك تقدر ترديها بكل سهوله. علاش لا؟ ما كاينش حاجه نعكسوا عليها، حتى حاجه ما كتعكس الحمد لله. عفاك دمانج بالدنيا سو كاينه دوزي لي الخاصه حبيبتي. ما عنديش دمجات هنايا، شكرا مجوهره الاخر توصلتني بالكادو بالصحه والراحه الحبيبتي تستاهلي. فينا مدينه مدينه الهام كنديروا التوصيل مجاني لكاع المدن المغربيه. شحال ديال لويز الحر عافاك؟ 2300 درهم ها؟ 12300 درهم. هاد الكليه كامل ولا غير بوحدو؟ لا كامل. كامل. شوفي اختي البنت اللي سولتني على هذا كله داير 12600 درهم. لا و300 درهم. 12300 درهم. ما قالك رومي غنشوف لك، بغيت نشوف باك مارياج. مرحبا. دخل 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 دخل، التساؤلات بزاف دخل. قلت لك في الساعه دخل، في الساعه. جطا سيتك. غادي نمشيو للكرابات نتاع عادي البنات. هادي فيها 15.89 460 جاتها 7000. ها ما تيجي كيسينيالي واللايف، ها هما دخلوا الحسادة الحقابة. 7300 درهم هنا ما يحملونا. شرينا اختي مرات متعددة من عند هاد الناس، نيت كلشي عندهم مزال ما عملوا اروع. سميحة ربي يحفظك احبيبة، والله نعتز بهذا الكومنتير هذا ديالك، الله يسهل عليك احبيبتي ويفرحك. كنحاولوا بما امكن اننا ما نديرو ما يكون عندنا حتى شي مشكل مع ديك اليوم ديالنا الحمد لله، حتى لو كان يقدر الله ما شاء فعل توقع شي حاجة، حنا الحمد لله كنديرو جميع الحلول مع ديك اليوم. المهم انه يكون راضي وفرحان يعني ويمشي على خاطره. دونك عندنا فيها الفلو بحكم ان السينيال ديال اللايف راه بدا. الله يدير شي تخيل مع هاد الناس وصافي. غورميطراد كود اليد مرحبا دعاء. غادي تصحى شويه الاخرى الصوره حبيبتي ونوريكم شحال داير غورمي اليد. 10 غرام مرحبا حبيبه. 10 470 4700 درهم. 4700 درهم ام وليد. شكرا لمجوهرة الاخوات وصلت اليوم بالكادو. بصحتك الزين. كنشري من انترنت ديما كيصدقوا زوينين. هذاك الشيء غير على حساب وصافي، راه ماشي اي واحد غادي تشري عنده غايشري. راه اللي كيخاف على السمعه ديالو كيخاف من الله اللي خلقو، راه اختي ما غتلقايش معاه تخرشيش. توقف مجوهرة الاخوين بالتوفيق ان شاء الله. ربي يحفظك الثقه في الله سبحانه وتعالى. يا حبيبه ربي يخلي لك معز عليك، الله يخطيك حبيبتي، الله يكبر بك. نعتز حتى انت بهذا الكومونتير الزوين بحالك اللي فيها 12 غرام. شحال ثمنها؟ غادي نقول لك انا ما عقلتش بصح لك دوزتها. 12460 5520 درهم. 5520 درهم. نشوف باك واش صحت الصوره ولا مازال. تنقل الواقع بدون مجامله. انا جد فرحانه بمعاملتي معكم. مرحبا بك اختي عمر، الف مرحبا. عندكم شي خمسة المرات ثقة الثمن وكالتعامل. إحسان غزالة ديالي الله يخطيك. مش هادشي مستعمل جديد حبيبة، ما كاينش مستعمل اليوم. أنا خديت تنشري من الإنترنت، خاصك أختي غير تشري من عند ثقة. مجوهرة الأخوين ثقة وجهة. جميلة الله يكبر بك حبيبة. شحال داير الجرام ديال 10 غرام؟ 470 درهم الجرام. قلت لكم راه اللي قل من 11 غرام غنحسبها ب 470، حيت راه الرادكو دابا داير 480. وبغيتو تاكدوا دخلوا سولوا تاكدوا بنفسكم. دوكا البنات صافي شكرا حبيبتي. شوف لي شي رادكو اراشيد، شي اونسومبل يكون رومي ويكون كلاس. 15.91 في 460 جاتها 7318 درهم. 7318 درهم بالنسبه لهذه اللي فيها 15.91 اللي هي البنات. انا كيمرضني هذا الريال. 146000 ريال و300، 146000 ريال و300 بالنسبه لهادو. ما غادي نوريها هذا الريال. 146000 ريال و300 بالنسبه لهاد الرادكو. هذه الغزاله بنات رادكو ثقيله وزينه فيها 15.91. بالنسبه للاخت اللي سولتني على الكوليي اللي يكون رومي، ها هو دا ما كاينش هنايا شي كوليي بلدي اخر من غير هذا اللي عندك. لا حبيبه ساره نكتبوه ليك. كاين هذا البنات واش كرميت اليد ان خديت دين 7 غرام واش مصحيح شحال تكون فيها باش تكون مخفيفه. ام وليد 7 غرام زوينه يعني على حساب مقدورك المادي.
كتبقى حاجه زوينه نتاع 7 غرام زوينه حبيبه. انت على قناع على حساب قدرتك. ها هو ده حبيبتي بالتوفيق يطول هلا خدك حبيبتي. كولي بالرومي كلاس صراحه طوب، راه فيه الكورميت نتاع اليد وفيه لاباك وفيه لي بوكل. حيد لا راه شيد داك لي بوكل وداك الكورميت نتاعو راشي راشي حيد الكورميت والخاتم ولي بوكل. شوفي كولي طوب، هادي الكورميت نتاعو حبيبتي. شوفي الكورميت نتاعو كتجي غزاله. عطيني غير وحده في لي بوكل ديالو، غير في وحده. وكاينه لي بوكل ديالو مع هاد الخاتم، هذا واعر. يحيى نوال قالك انا نوال، مرحبا الحلقه ديالاش اختي. سلام اختي شحال كتبدا نمرتك بغيت نتواصل معك. فاطمه النمره هي الاولى اللي فيها 0627، كاملين كيبداو بنمره وحده بارقام، يعني ارقام واحد متابعين حتى كيجيو حتى الاخر وكيختلفوا. نمرتي اللي فيها 31 راه تكون 20 غرام في 460 9200 درهم، 9200 درهم 20 غرام. شحال غرام راه تكون الاس راه تكون كامل كنحسبوا بنفس الثمن ما بين 460 و 470، ما كاينش هذا بشحال وهذا بشحال، كل واحد كلهم كيتحسبوا بنفس الثمن. كيبقاو على حساب الغرامات قلت لكم ما بين 460 و 470. قولها شحال الثمن ديال داك الكوليه. واه غادي نشوف لكم هذه، بغيت ننوع لكم شويه في الرادكو. بالنسبه للاخت اللي بغات داك الخاتم ديال 1900 درهم، ها هو دا اختي راه نسيتك وسمحي لي، ها هو دا الرادكو. علاش غنعطيك انا الكالكول حسب تليفونك هانتي، ها هو دا 1900 درهم كنظن وقيلا تفهمتي على بنتي والاخت ابتسام. المهم عاودي دوزي عندها تفهمي معاها، غادي نحاول غير نوريه ليك. خاتم صحيح وزوين وديال ديما، ولو تشوفي الحجرات في الجناب ما تخافيش راه حاجه زوينه ومخدوم على حقو وطريقو. بشحال 7 غرام في الرادكو حبيبتي؟ انا مشي طلعوا ليا لي كومونتير في التليفون ديالي انا ما عرفت مالو بل رادكو حبيبتي عندك وريه ليا الرادكو شحال 7 غرام. واخا 7 غادي نضربها 7 غادي تجيها 470 درهم للغرام حبيبتي، غاتجيك ب 3290 درهم. 3290 درهم رادكو نور. هاني كندوز اختي 12 غرام عافاك 12460 درهم للغرام، غادي تجيها 5520 درهم. عليها افضل الصلاه والسلام يا طو هنا خديك حبيبتي. 15200 بالنسبه لكل يدوز دابا الرومي داير 15200 رادكو ديال الاس. مرحبا اختي فاتين. كاين هذا صفات كيسي على رشيد، راه حنا بغينا نزوجوه باش يدير تعود لينا كاملين ويعرض علينا كاملين. والله اختي ما كنديرلوش حاجه، بغيت غير نوض يخدم معايا ما فيا ما ندوز اللايف ونعاود نبقى نجيب السلعه من البيترينا يخدم معايا وحيت نمشي انا راني مرتاح غادي نتكيس عليها اختي راه نتكيس عليه. ها انتم كاين هذه غزاله البنات، وكما قالت السيده قبيله عبلة انه كيتلوى وراه ما كيتلوى ما والو. ها شوفي راه كيبقاو زوينين، غير الذهب راه كيبغي شي حاجه سميتها المحاوله، حاولوا على حاجتنا باش نلقاوها. ما بقاش نكرفط نقلع خاتمي نلوحو فوق الدروج نلوحو فوق الثلاجه فوق التلفازه نلوحو فوق الكوافوزا يطيح نوطى عليه تهرس. اللهم كونوا شويه حاولوا. صافي قالت كادي على حسابها الكادو 20 غرام، راني قلت الثمن ديالها غادي تجيها 9200 درهم. هذا البنات فيه 9.03 في 470 درهم للغرام، جاتها 4244 درهم، 4244 درهم اللي هي البنات بهذا الريال. زعما الصراحه ما نقدرش نقول شاد الريال 84000 ريال و800، 84000 ريال و800. ريحان بالنسبه للذهب اللي راك تقولي غالي بزاف حبيبه ديالي، روحي اختي سولي ما غادي نقول لك انا حتى حاجه، روحي سولي ملي تسولي رجعي عندي الواتساب اختي النمره ديالي اللي فيها 31 في التالي قولي لي شحال لقيتي الذهب. هادشي اللي نقول لك اختي باش ما نبقاش معاك انا وياك. قولي نقول لك راني قلت لك اللي كان، روحي سولي شحال داير الذهب شحال داير رادكو شحال راه يدير دروك. هذيك الساعه رجعي عندي الواتساب لي زونسومبل لي زونسومبل رشيد مزيان لي زونسومبل كاملين اللي عندك واللي عند ايوب مول اخت بغات تشوف كاع اللي عندنا. مرحبا اشوفي راني غادي نعوج لك شويه حتى كنت نوريهم ليه قلعهم قلعهم وريهم ليا. مرحبا اختي اختي راه قلت لك 20 غرام غادي تجيها 9200 9200 هكا 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 انت
جيت معطله خاصك وقت الدخول صحه وراحه. ادوقها قالت لي ما دوقتيهاش غنتفاهم معاك. شحال داير القراب 470 اختي خوات مارياج مرحبا. فين مشيتي الذهب غالي هذا الوقت؟ ما شوفي انا ما نقول لها حتى شي حاجه اختي سكينه، تمشي تسول تمشي تسول ديك الساعه الى قالها شي واحد قل من هاد الثمن اللي قلت ليها الله يسهل عليه وعليها. هادشي اللي نقدر نقول ليها، بس انا باش نكذب لها نبيع لها بقل من ثمن السوق ما كايناش. واش الذهب واصل الغرام 9400 واصل ام وليد 9 غرام اس مرحبا. شحال واصل 470 درهم الغرام 9400. ها نتوما دلويت، ها هي دي دلويت اختي فاتين ديال اليد، وغادي نوريك العنق. ما كايناش العنق كاينه. هادي فيها 10.02 في 470 درهم الغرام، جاتها 4700 درهم، 4700 درهم في 20 اللي هي 94000 ريال و 5 درهم هاي 100. دابا فين كنا نقول حطها من جنب. ها انتما غزالة البنات، راني حطيتها اختي جميلة فيها 10 الغرامات فاصلة شي حاجة بحال هكاك، ما عقلتش. المهم ما تديوش عليا اختكم تبقى ديجا الزايمر على صغرها. ايوا باينه حيد داك الونصوم الوريه للبنت. هاك ديروا لي في هذا الاخر هاد الحبيقه وصدر ما فيهاش بلاصه الخاتم، غير شوف كي دير تركبو باش نوري لها، ولا راه الخاتم كاع نوري لها في يدي. كاينه هادي مدينه ميدلت مينا، والتوصيل مجاني لكاع المدن المغربيه وصافي غير راه. كاينه هادي راها خفيفه شويه ما تقيلاش بزاف في الميزان، هادي فيها 9.03 470 درهم الغرام، جاتها 4244 درهم، 4244 درهم. خليني نقول تسمى الثمن راني غادي نغلط بردي نجمه واخا حبيبتي 4244 درهم. تخليني حتى نجي نقول الثمن وتبقى تهضر. 84000 ريال و800، 84000 ريال و800 لهذا الرابكو البنات، وهادو راهم ينقصوا ويزيدوا. بالنسبه لها كانت شي وحده يديها رقيق نقي وقي، ما عليها غير تقول لنا شحال بغات في الطول ونقصوا لها فيه. تقول لي الاثمنه كنتي لنا لاباس علاش ما كدوزوش ديك شنو ليبره ديك ليبره ما جبناهش اختي، ما راهش موجود عندنا، غير نجيبو ان شاء الله وندوزوه. لا لا اختك حبيبتي ما قريتش الكومونتير ديال السيده اللي قالت هذا الكومونتير هذا خريشيشات. مرحبا فاطمه. نعم عطيني غير وحده واش تنسالو ونحيدو الميزان تما وديتو لهم نصوبو. واخا صافي مرحبا قالها الباترون. الذهب ديالكم روعة عزيزة لي ختك حبيبتي عوينات كازين ديالي. كاين هاد لونسومبل هذا ديال فان كليف، هذا كلاس بالنسبة للسيدة اللي كانت ولاتني على لونسومبلات، هذا كلاس كيبقى بواحد الثمن اللي خيالي نجزم ونقول لك تقدري ما تلقيهش بهذا الثمن في جهة أخرى. واحد الثمن عندي خيالي، ثمن واعر يعني يستاهل أنك تلبسيه ولا ديريه في الجهاز ديالك. هانت شوفي ديال فان كليف توب 9 غرام ديال الاس، غادي نشوف لك الاس دابا حبيبتي معاك. مرحبا شوفي لي فيها 32، ما عرفتش 32 ما كنظنش واش كاينه هنايا باش المهم بقاي معايا في اللايف. ومرحبا الويد ديال العنق مرحبا. غادي نشوف الاس بعدا السيده مصبح وهي تسول، نشوف لها لي فيها 9. هاك شد هادشي اللي خربش شي قدو خربشتي طاسيتو انت خربشتي. المهم غادي نقول لك غير الثمن 32 في 460 جاتها 14720 درهم، 14720 درهم في 20 اللي هي 9 مليون و94 الف ريال و400، مليون و94 الف ريال. شحال هادي ياك مليون مليون و94 صافي 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 مليون و94 الف ريال و400. هذا هو الثمن ديال رادكو فيها 32 غرام، بصح ما نظنش واش كاينه. ما عرفت نشوف هاد خيتي هادي تبارك الله قداش غنشوف لك هادي. الله الله يا مولانا ما بين الا كان الرادكو عثمان ما بين 460 و 470 يعني قل من 11 غرام غادي تحسب 470، اكثر من 11 غرام غادي تحسب 460. عليها افضل الصلاه والسلام اختي الطو. غادي نمشيو لهادي شوفي راه ديال غليظه تبارك الله دقيق، لا بصح مانيش عارفه الغرامات نتاعها بشحال. ها انتو واعره فاطمه د القيد يا حبيب قولي بات لي كزين ديالي الله يسهل عليك
تسعة الجرامات اس شحال. مرحبا ها هو دا غادي يعطيهم لي ونشوف لك تسعة. ها انتو طب غادي نشوف شحال فيها هذه من جرام. تبارك الله 19.. وثبت 17.. 460 جاتها 8818 درهم. 8818 درهم في 20. عفوا عفين اخويا من هذا الريال. 176000 ريال 300. 176000 ريال 300 بغيتي تجري عليا ياك. 176000 ريال و 300 لهادي الذهب بلا غورونتي. يعني كل مره ندفع طرد ديال الفلوس حتى نكملوا جاوبيني عافاك عزيزه. بالنسبه للاخر لا غارونتي حبيبتي الذهب راه فيه لا غارونتي مدى الحياه. فوق ما بغيتي تبيعيه كتبيعيه. اش تقالت هذه مين؟ اللهم صل على داك امين يا ربي امين. الله يخليك حبيبتي. وبالنسبه للكريدي حبيبه حنا كنديروا فيه 3 شهور لا غير باش ما نقول لك شي حاجه ما كايناش. 3 شهور كل مره كتصيفط لينا فيه شويه تكمليه 3 شهور لا غير حبيبتي ليلى عويناتك حبيبه ديالي. غادي نشوف لي فيها 9 الغرامات في هذه تاع الاس. هذه جيتي فيها قد قد يرضي عليك 9 الغرامات فاصلة 69 ما تلقيش فيها 9 نيشان بصح راه 9.69 في 470 جاتها 4554 4554 درهم اللي هي 91000 ريال و 800 شحال هذا رشيد 91000 درهم 80 ريال 1600 ريال 91000 ريال وصافي 91000 ريال حبيبتي ها هي 91000 ريال ديال الاس فيها 9 غرام قتلها 69 واخا اختي فاتن انا ندوزها لك دابا الويد ديال العنق. مرحبا الغزاله رشيد ما كايناش الويد ديال العنق وا رشيد ما كايناش هنايا الويد ديال العنق ما كاينينش لا انا جابهمش. شوف واش عندك انت شي وحده تما لا ما عنديش. شوف ايوب لا ما عنديش. سبو فاتن دوزي لي الخاصه حبيبتي حيت ما لقيتلكش هنا وحده ديال العنق ويت هاي ديك صافي صافي هذيك هنا دوزتها وجاني الزهايمر قلت لك على صغري قلت لك يا قلت لك قلت لك راه جاني الزهايمر على صغري. وعليكم السلام فاتيم وفي الاخرى شكون هي ام زينب هايدي حبيبه شريت لامبروما شحال الجرام على حساب الجرامات نتاع اختي الجرام نتاعهم يتحسبها حتى 470 ياك 470 كاينه ديال الموديل وكاينه بالجرام بالنسبه للسرتلات كاينين لي موديل كاينين فيهم اللي كيدوزو بالموديل وكاينين فيهم اللي كيدوزو بالجرام باش تكوني على علم. يعني البلديه القديمه راه دوز بالجرام هاد الموديلات الجداد راهم يدوزو بالموديل. كاين هذه تاع الويت انا نشوف لك شحال فيها من الجرام حبيبتي فاتين سمحي لي راه ما دوزتها فيها 19.15 460 درهم جاتها 8800 درهم 8800 درهم في 20 اللي هي 176000 ريال و100 176000 ريال و100 بالنسبه لهذه ويت هذه كنت دوزتها قبيله ونسيتها غزال هادشي تبارك الله. ام زينب عويناتك الزين ديالي راه تكون يد عافاك راني كندوز فيهم. واش عندك اختي براسلي اناناسا كاينه حبيبه ديالي ياسمين رشيد صابرينا مالك شكرا حبيبتي ماكا جميله اختي اش ليه غير خاطرك لهلا يجيب ما يغير خاطر الغزاله ديالنا. شوف ليا براسليت اناناسا رشيد قم قم راه غادي نشوف لكم عاود الراد كو سامبل عاود شويه هنايا كاينه هذه المهم الراد كو راه كله شكل واحد ما كاينش نبقى نوريها لكم هاك وهاك وهاك هانتوما عندي ذهب خام بالصحه والراحه خويا اناناسا فيها 15.69 في 460 جاتها 7217 درهم 7217 درهم اللي هي البنات بالريال 144000 ريال 300 144000 ريال و 300 لهادي كلشي زوين تبارك الله العبينات ديالك يا نور 10 الغرامات 10 470 10 770 غتجيها 4700 درهم 4700 درهم
الخاتم د البان كليف بشحال ثمن والجرام؟ شوف شوف تما رشيد جاوبها وجاوبها. خاتم فان كليف اختيارات كوت 38 غرام، 38 غرام ما عنديش بصح نجيبو لك 460. واه ايوا صافي ضربك انا كاع غادي 17480 درهم، 17480 درهم اختي ام يوسف. ما فهمتش يحيى رادكو 14 غرام شحال؟ سلام 6440 درهم، 6440 درهم. بغيت هذيك الكمشه ديال الرادكو بالصحه والراحه تستاهلي خويا، واحد اختي نقسمو انا وياك. راه هادو اللي قلت لك ما تثقيش في الحناش داخلين معانا، كاين اختي الدواء كاين في الصيدليات، كاين الدواء ديالهم في الصيدليات، كاين زنتك، كاين بزاف ديال الدويات، كاين بزاف ديال الموديلات ديال الصيدليه. راه كنعرف انا الصيدليه، انا عامره في الدويات نتاعهم. ها هذا الاناناس الزين ديالي اللي طلباتو، ها هذا واش تبغى؟ شنو هي؟ اش اخويا هذاك رادكو؟ فاصله ممتازه. امينه عويناتك اختي حيد يطو، قلت لك خدامه مع السي بي اي. كتنبش حرام يا خدامه معاهم، حنا غير حالين فامنا. ترى اختي بغيت ربي يحفظك من هنا في الدنيا والاخره، كيما راكي واقفه معايا ربي يوقف معاك في اي حاجه عكلاتك. فراهم من كوميطات الاس رشيد. صافي صافي سمعناك، معنا المخابرات داكشي اللي كاين. هاكا رشيد فك هادي، صافي طو تنتيكوني معانا اختي ديرو لاباس. شوف البنات 17 غرام ام حسن 17460 جاتها 7820 درهم. ام هيثم وكثرتو عليا بهاد حولي على رشيد، راه غادي نشد نقجو ونهني راسي. 7820 درهم خويا راه بقى فقيهك صحاح. اه فقيه كاين هذا البنات، كاين هذا نيشان امينه. انا نحاول لك اختي على رشيد، مرحبا. ما قلتي عيب، هادي راه خفيفه شويه 10.19 470 درهم، جاتها 4789 درهم، 4789 درهم. اختي قولي لي انا البراسلي واش لقى شي واحد ما فيهش البيض. ياسمين راني نشوف لك اختي مرحبا، عافاك اختي كورميت ماشي سامبل، كورميت ماشي سامبل نجات. بغيتي مثلا شنقول لك احسن كيفاش كورميت ماشي سامبل، بغيتي ديال الويت ولا ديال الاس؟ كاين اختي ديال الويت في اليد نتاع اليدين بصح بعمق انا غير وحده. بالنسبه لهذه البنات ذهب نور الدين، ذهب 18 كاره اللي معروف عند الذهبيات كاملين في المغرب، يا باش نكونوا فاهمين، ذهب 18 كاره. شوفي لي شي سلسله تكون زوينه من غير كورميت وقولي لي الثمن. ايمان مرحبا، دوزي لي الخاصه حبيبتي ونشوف لك الكورميت سلسله كما بغيتيها تكون. رشيد داك البان كليف اخويا الثمن ديالو، واش اخويا بغيت نقول نسيت شي حاجه. المهم دخل شوف واه دخل قرا الكومونتيرات وغتفهم، بقى تعطيني شنو في ساعه شوف الكومونتيرات قرا، راه تلفت انا كاع. قرا الكومونتيرات وجاوبهم الله يحفظك اخويا. قد جاوب في الاخر، جاوبني في تحت من الكومونتير. عافاك الراد كود اليد مرحبا. صفاء راه خدام معنا وتيعبر لينا الذهب وغيعرض علينا العرس في الصيف، توحشنا الشطح والرديح. يطو راني نحاول اختي عليه، صافي انا نمشي نجيب له واحد الكرسي وواحد الكاس ديال اتاي مع شي بتي بانات ولا شي مسمنات مدهونين بالفرماج.
جلسوه ونقول له تفضل سيدي كل مع راسك تشبع. شي خاتم ديال فان كليف فان كليف الجرام والثمن الله ينورك. مرحبا ام عثمان دوزا راشي تشوف لها قرا دوك الكومونتيرات. ها هو اختي غادي يجاوبكم في لي كومونتير ياكي. انا نحاول نوريكم غير لي زارتيكل وهو غيجاوبكم في لي كومونتير في كاع الطلبات نتاعكم باش نلقى نسربي انا هذا الشيء ديال هاد العجباده ديال هاد الشيء كامل ديال الرادكو. فين غاديه مهربه صافي سديتو بعدا اختي راكو كتمشيو بكري مبرادين صافي معليش هاك اختي بعدا هذا بدات صافي جاوب جاوب راه وريتو في اللايف ها هي حبيبه ديالي اطلعوا عند سي عبد الله تنطل الحرام المدن غادي نشريه باش نبرد غدا يدي مرحبا يلا صليت نتلاقاو غدا ان شاء الله ب 1600 درهم مجوهرات الاخوين خاتم فان كليف ب 1600 درهم ها هو جاوبكم صافي شي تهلاي اختي تشوفوا صافي يلا تهلاي بحال هذيك اللي فيها دوك تويشيات العنق متوسطه بغيتيها تكون وسطيه ماشي ثقيله وماشي خفيفه يا كاينه جات كاينه هذه سامبل غليظه زوينه هذه غليظه تبارك الله فنه هذه صافي رواحو كاملين صراحه حنا هكا دابا دابا قلت الثمن ديال هذا الاس نعاود نقول صفر جوج خويا صافي غادي هربتو 470 4700 درهم الهرابين سلامه صافي دابا جمع سلامه سدي لي معاك وديكش واش عندكم نفس الطول تيكونوا تقريبا نفس الطول اختي فينا بلاصه نور الدين في مدينه ميدلت خويا توصيل مجاني لكاع المدن المغربيه شحال راه كل غرام ما بين 460 و470 هذه البنات فيها 19.45 في 460 درهم جاتها 8947 درهم 8947 درهم اللي هي 178 الف ريال و900 شحال ثقيل هذا الريال 178 الف ريال و900 فلوس كثيره قوي واش عندك سطوار بلدي جنات دوزي لي الخاص ها نتوما المهم بالنسبه اللي اكثر من 11 غرام غادي تحسب 460 اللي اكثر من اقل من 11 غرام غادي تحسب 470 واش عندك سطوار بلدي انا دابا كيطلعوا لي الكومونتير في شكل هنا كيطلعوا قلوبين وقت عارفه واش نقرا كنقرا الكومونتير كنقرا راسي قاريه جوج مرات شحال الغرام ما بين 460 و470 بالنسبه للرادكو بالنسبه للثمن اجمالي راه من ابتداء من 470 درهم للغرام واش حتى هو شحال فيه من غرام دوزي الخاص الزين ديالي ام عثمان هذا السؤال هذا دوزي الخاص النيميرو واتساب وجاوبك عليه شحال فيه المهم كنقرا السؤال الاول اخ ما دارش الري انا صافي غادي نثبت شويه حيت نسيت اش بغيت ندوز صبر خلطت وجلطت هادشي وبقيت عارفه ما ندوز هادشي اللي دوز ثاني نعاود ندوزها واحد با المهم غنمشي لهذا هاك تشوفوا هذا ها نتوما البنات رادكو واعر اين مدينة نتوما منى داك حلا قلب ما انا قريت منى داك حلا قلت اش هادشي المهم مدينة ميدلت اخويا اللي داير منى داك حلا المهم هذا واقيلا مضروب على منى داك حلا داكشي علاش اي ندير لهم اشعار حنا في مدينة ميدلت وكنديرو التوصيل مجاني لكاع المدن المغربية كاينة هادي ديال الاس زوينة بزاف هانتوما طلع امينة طلع راد كود اليد مرحبا انا ندوزلك لي راد كود اليد دابا هذا فيه 9.69 ايوا صافي 9.71 في 470 درهم جاتو 4563 درهم فين جات ميدلت ايوا صافي خصني دابا اش نقول لها دابا جات ميدلت جا في الاطلس المتوسط الطريق الرشيديه ما بين كناس والرشيديه شفتي واش كاينه راه تكون مستعمله ناقصه قامت شويه ناقصه قامت شويه المهم انا وقيله على هذه كتخلط العربيه مع الشلحه المهم فاتي معليش دوزي عندي الخاص ونشوف ليك طلبي العفو من كوكا اختي
يشدوا فيه 4563 درهم في 20 اللي هي 91000 ريال و200 91000 ريال و200 والله الا جسميات كطيحوا لي والله ما كنعرف نقراهم بالله. المهم راه كل واحد حر في السنيه ديال الفيسبوك غير اللي ما قلتلكش السنيه مقدره تلومنيش. واش تا قال اختي نص بشحال شنو هو نص فرح ما فهمتش راه مشهر في سنتين ما كنعرفش غير كازا ماشي مشكل خويا. بالنسبه للميدل راه جات ما بين رشيديه ياك وتونس ياك ياك ما قلتش حاجه ما كايناش انت ناقشتك راه ماشي من هنايا سولت خينا هذا اللي شيخ القبيله يقول لي رشيد شي اسماء غير بلوكيهم راه غير كيتفلاو خليهم ما فهمتش احمد. المهم هادو راه واقيلا كيدخلوا غير باش يبقاو المهم راه قالت هاي الطوبله ما نبقى نزيد في الكلام ما نقراش لي كومونتير كومونتير المعقول غنجاوب عليه الكومونتير اللي فيه تبرهيش ما عندي ما ندير به. انا راه بنت لا راه بنت منى داك حلا ماشي ولد صافي غير خرج لي مخك طلع يا سميه راه ما كنعرفها لا بنت لا ولد مراش طلعت الصوره ديالها راه دابا واخا كتلقايهم ولاد دايرين سميه ديال البنات باش يدخلوا يتفلاو. شوفي خوات مارياج مرحبا فاتي هادي اختي هادو ديال اليد هادي غرامات نتاعها 7.44 في 447 درهم الغرام جاتها 3496 درهم نص ديال الذهب اللي فيه الفروج على حسب الغرامات فرح اختي. اصغر راه تكون الثمن شحال من غرام اصغر وحده راه تكون فيها 7 فاصله عندي هنا بعدا اصغر وحده فيها 7.44 اختي شي راه تكون اليد مستعمله تكون ناقصه في الثمن فاتي دوزي لي الخاص حيت ما عنديش هنا اللي مستعمله دوزي لي الخاص ونشوف لك انت وزهرك. بالنسبه لهادي 3496 درهم 3496 درهم لهادي. ودابا البنات باش غادي نبقى نعطيكم البخي ديال كلشي غادي تسمحوا لي اختي خاصني بيكون كبير شويه الا كان عندكم وبشحال قلب روح اخويا عند الحواله راه عندهم قلوبه قداش الله يحفظك عجب. المهم الا كنت فهمت من كلامك اما الا كنت قرا داك الكومونتير راه نمشيكم بعدا عاود بغا شي 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 بنضمتي على شكل قلب وانا دخلت فيه طول العرض والله نتوما جوج اللي طلعوا الصراحه كنبغي ندير لايف غير باش نقرا الكومونتيرات ديالكم. نوضي نوضي سدوا الباب نوضي احنا كنخطط. السلام عليكم. وعليكم السلام. دابا البنات شوفوا انا غادي نحيد الكالكول وغادي نشوف لكم هنا غادي نوريكم البنات هنايا لي غرام تاع كل حاجه. صافي خويا كتهضر بالصح راه غادي نشوف لك اين قلب بغيتي كي داير هذا القلب اللي بغيتي اخويا. الوالدين ماشي مشكل مرحبا حيت راه دخلوا عندي بزاف ديال التبرهيش داكشي علاش راه اي كومونتير ماشي نورمال راه كنحاول انني ما نجاوبش عليه ولا جاوبت عليه راه نجاوب عليه بالقصح. ماتي عندها السنسله دونك بغيتي قلب على شي حاجه شي بوندونتيف على شكل قلب دوز عندي الخاص خويا. شوف واش عندك تما شي بوندونتيف على شكل قلب بغيت سرت لقياس 1,040,000 ريال. ام عبد المجيد دوزي عندي الخاصه اختي ثمنها اختي راه تكون فيها 7 غرام راه قلت لكم 7 غرام البنات قبيله قلت لكم 7 في 470 درهم الغرام جاتها 3290 3290 ومشى ليها ومشى ليها القلب. مرحبا غادي نشوف لك خويا واش عندكم سناس المصحف القديم كاين اختي ام محمد اللي بغيت نبيع دوزي عندي الخاص اللي بغيتيها تبيعيها دوزي الخاص وصيفطي لها فوتو ديالها مع الغرامات اللي فيها. ومرحبا نشوف الموديل بعدا ديالها كي داير عاد نقدر نعطيك الثمن. وخاي هشام دوز عندي الخاص نشوف لك شي حاجه فيها موديل ديال القلب حيت ما عنديش في هذا المحل هذا اصغر راه دكو 7 غرام بشحال الثمن راه قلت 3200 وشي حاجه 7 470 3290 درهم اختي. براسليات لا ممكن يتلبسوا مع الكلوعافات كاين فالكليف كاين الكارتي كاين الكلوي كاين الاناناسا كلهم كيتلبسوا مع الكلو. سلام سيهام وعليكم السلام اختي. درك غادي نعطيكم سلام معكم واش عندكم كورميت ولكن تكون صغيره هذه الدقيقه كاينين كاع اللي بغيتي انا غادي ندوز لك دروكي هنايا اللي دروزتيها فيها اكثر من 11 غرام
اللي فيها اكثر من 11 غرام حسبوها نتوما سوم 470 درهم. رضوان شكرا خويا. اللي ما عند اللي قل من 11 غرام غادي تدوزوها ب 460 درهم الغرام. دونك غادي نخليكم نتوما تعلموا الحرفات تحسبوا راسكم. ها نتوما البنات رشيد حضرهم تخبلوا ليا عافاك اخويا فيكم الله يحفظك. مانيش عارف حسبتوش صافي سكت واخا دوز بعدا هادو. اختي وريني وريهم شكرا اختي وريهم شكرا اختي. دوزي للخاص ام محمد كاينه هادي البنات سامبل ها هي سامبل هادي ها هي غادي نحطها فوق الميزان. شحال فيها؟ فيها 10 16 10.16 دونك هادي سوم 470 درهم الغرام 10.16 سوم 470 درهم الغرام. يطو وجميله حاولوا عليا راكو تعرفوا اختي انا ضحكتي على فمي غير واجده. ما تضحكونيش خليني نكمل هذا اللايف الله يرضي عليكم. تمام اختي ديال الغرام ما بين 460 و 470 بالنسبه لهاد الغرام نتاع الراتكو. اختي سلسله ديال السميه شحال شمتينا من 1800 درهم. الا بغيتي تاخذي شي حاجه صحيحه شي حاجه صحيحه كنهضر عليها. بغيتي دوازيه راه تلقى يقل. ورينا الصوره الراتكو 7 غرام رشيد راتكو 7 غرام. هادوك كاع داك السدريه هاي كلشي خفيف ها هو هادو كلهم 7 غرام. ها هي دي اختي كلهم هادو خفيفين في الغرام. شوفي راه يبانو الكبار غير حيت انا مقربه بزاف للكاميرا بصح راهم رقاق. ها انت كلهم تقريبا ما بين 7 حتى 10 ماشي شي حاجه. المهم هنايا راه 7 غرام راه كاينين. هادي فيها 10.16 سوم 470 درهم للغرام. غادي نوريكم هادي ديال اليد عاود. ها هي دي سامبل حتى هي كاين 8.67 سوم 470 ضربي في 470 تعرفي الثمن 8.71. عويناتك اختي سهام لا يخفاك. وكاينه هادي تا هي سامبل رقيقه تاع اليد في هادي 5.87 سوم 470 درهم للغرام 5.87 سوم 470 درهم للغرام. نتوما حسبوا في المنازل ديالكم راسكم صافي اختي. هذه منقوشه ما وريتها لهم. كاينه البنات واحد الراتكو منقوشه ها هي ما وريتها لكمش كنستسمح منكم. شحال غدوز عليها اخويا ندوزها بالموديل دوزها بالموديل. ها انتم منقوشه يا لالا صافي هذه غديها انا هذه هي الوحيده ياك هذه الوحيده اللي كاينه هنا صافي انا اللي غلبسها هذه صافي. شوفوا البنات اين مدينه مدينه ميدلت جميله روحي اختي الله يرضي عليك. شوفوا غزاله هذه المنقوشه هذه ساره مدينه ميدلت اختي والتوصيل مجاني للمدن المغربيه كامله افيك كان كادو اللي كنعطيوه لك كنشكروك بيه على الثقه ديالك في السلعه ديالنا. فيها 16.22 غرام سوم 470 البنات حيت منقوشه غتمشى بالموديل بصح راه ندوزها بالغرام 7623 درهم 7623 درهم الريال البنات راكو عارفينه 7623 درهم بالنسبه لهذه المنقوشه. هذه البنات راه كدوز بالموديل منقوشه على خاطر بصح دوزتها لكم بالاخر بالغرام ماشي خساره في الزينات نتاوعي. رواح اختي بسجلاب تكون واحد عاونيني اختي الله يستر عليك راه تخبلوا لي هذوك الراتكو كثر كثر حتى مقطعه عافا كراسيد مسيت ثمان ثمان وعافاك. ها اللي قلت واش تا شد عليا هذا صافي سكت. ها انتم البنات الخير والبركه. ها انتم الراتكو الخير والبركه يعني ملي درت لكم هكا واش تراني نقول لكم دروك اللي بغات شي راتكو راكو عارفين شحال الثمن ديالو ما بين 10 من 10 للفوق وشحال من 11 للفوق. واش اللي بغات من 10 لتحت راكو عارفين شحال الثمن. درك غادي تدخلي لنا الواتساب غتقولي لي اختي بغيت راتكو اللي قل من 10 الغرامات يعني 7 ولا 8 ولا 9 ولا 5 ولا 6 ولا 10 ولا 10 فاصله شي حاجه وغادي نقول لك شحال الثمن ديالو. ومرحبا والف مرحبا لطيف صالح ربي يحفظك حتى انت اختي شكرا. صافي البنات هادشي اللي كاين يعني كما قلت لكم هنا راه راتكو كاين الخير والبركه كاين ديال اليد كاين ديال العنق اللي بغيتيه كاين. هنا غادي تدخلي عندي غير الواتساب لي نيميرو واتساب راهم مستفين في اللايف. حليمه ساليت اللايف اختي وعليكم السلام. عاود بالنسبه للاخت اللي كانت طلبت ليا بالنسبه لي زونسومبل دوزي عندي الخاصه حبيبه ديال الحضور ميرسي ليلى ما لقيتلكش اختي شي حاجه من داكشي اللي بغيتي دوزي عندي الخاص.
شكرا يا ربي يحفظك. ما عارفاش قولي الثمن، قلت لكم فدوى بالنسبه قل من 11 غرام غادي يتسمى سوم 470 درهم، كثر من 11 غرام غادي يمشي ب 460 درهم للغرام. هاني نعاودها فدوى، قل من 11 غرام غادي ندوزوه ب 470، كثر من 11 غرام غادي ندوزوه ب 460. يعني انت غادي تضربي حسابك، جاتها 7 غرامات نضربها في 470 درهم للغرام غادي نعرف الثمن. بغيتها غندخل ديريكت عند الذهبي نقول له بغيت فيها 7 غرامات. غير خديها على حسابي، راه تكون 9 غرام بشحال، 9 غرام سوم 470، سوم 470 درهم 4230 درهم. سلسله تاع الحضور ليلى، راه قلت لك اختي ما لقيتلكش هنا سلسله الحضور لانهم مشاو لمحل اخر. شحال الثمن؟ الثمن ديال الرادكم بين 460 470، قل من 11 غرامات 470، كثر من 11 غرام 460. اللهم بارك وزيد في ذلك امين. يلاه البنات شكرا لكم بزاف، سمحوا لي زربت عليكم في الاخر. المهم بالنسبه للرادكم راه كاين، حنا راه ما نجيبولك لا سور كوموند لا والو، غير اللي غرام اللي هما كبار بزاف اللي غيفوتوا البنات. راه حدنا تقريبا الا كان اثقل واحد تقدر تلقى لنا فيه 29 غرام، فين وفين ماشي ديما خويا. صافي البنات يعني اكثر اختي ما نلقاوهاش نجيبوه ليك. ممكن تورينا ديال يدين الموديلات اللي فيهم موديلات والثمن؟ موديلات راه كاين الاس، كاين الويت، كاين السامبل، كاين هذيك المنقوشه، دوك هادو اللي كاينين في الموديلات ديال يدين. الثمن ديالهم غرامات كيحسبوا شحال بغيتي فيها من غرام وصافي. تقولي انت غير الغرامات نتاعها، واش من موديل، واش الاس، واش الويت، واش ديك الموديل اللوبيا ولا السامبل وصافي. لطيفه لهلا اختك اختي احبك الله حبيبتي لهلا اختك. يلا البنات صبحوا على خير وليتكم سعيده، وغدا ان شاء الله مع الاخت ابتسام في لايف جديد ان شاء الله باذن الله. نخليكم على خير.